يلا هو بيصون كرامة الشباب تاعنا. كانت 23,260 دخام اللي دخلوا في المنصة. دخلوا كطالبين عمل ولا كطالبين؟ لا كطالبين للمنحة. للمنحة. لأنه المنصة هذه خاصة بالمنحة وليس. اللي قدم دوره على أكمل وجه. نشكر الشعب في راح حاضر معنا هنايا. شكرا لكم ورفيعكم يا لك الله. نشكر السيد الرئيس ونشكر الدولة المتحدثة والدولة اللي تفتح مع الشباب البطل. راهو يصون كرامة الشباب تاعنا. إذا منحة البطالة اللي أقرها السيد رئيس الجمهورية شخصيا وتجسدت اليوم راكم حضرتوا معنا، وبهذه المناسبة نشكر جميع إطارات وأعوان وعمال مديرية التشغيل وكوانا كذا وكذا التشغيل بشتى فروعها على المجهود الجبار اللي بذلوه لتفعيل هذا الملف وإسراع في معالجة كل الطلبات التي سجلت على مستوى مختلف الوكالات. تنظيم محكم اليوم أول يوم للاستدعاءات والحصول على الاستفادات لا سيما المادة 190 وأيضا المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفية إعداد وتسليم هذه الأخرى، ثم القرار الوزاري المشترك يراه هو بصون كرامة الشباب تاعنا.